مساكم الله بالخير والرضا والنعيم، ما زلنا مستمرين في قطر مؤازرة منتخبنا السعودي وتشجيعه بمباراة مع كوريا، وإن شاء الله يتأهل يوم الثلاث ويتعدى كوريا بالنقاط. أنا واثق في منتخبنا، رجعت للطائف أخذت لي يومين مواعيد مستشفى ومثلكم عارفين، وكل إنسان لازم عنده طواري وعوارض، والله يكفينا ويكفيكم شر. الله يسلط على هرج السعة ويصيبه، كم هو يحط الصعيب من اللوازم هين، كان هالمذنب لزيف له وقار وهيبة وارتدى بين العرب ثوب التقية الدين. حنا بشر ندري بشي وشي ما ندري، ولا ما كان انخدعنا بالكلام اللين، من يعين صاحب صادق فلا يسخيبه، والله ان الصاحب الصادق ما عاد يعين. الراي ها من الطايف من الدين، خليك يا كايد مغر، رايح جاي رايح جاي، الله العالم بين اللي رايح جاي. تقول بيب بيب ما تقعد في محلك تقي، انا قلدك ترى، تقلدني في وش؟ انا رايح الظرف، وانا رايح ظرف، انا عندي، انت عندك ظرف واحد، انا عندي 10. انت العب بلوت فال استراحه منال ظرف، طبعا يطلع كذا استراحه ما طبيت بندر. وش مودي هالطاف؟ السلام عليكم ابو غازي، صباح الخير. كريت الورع عيني يا ابو، عندكم اغراض شيء تبغى راجع؟ انا معنا في 6 اكسي برجع للدحوج ابا طايف وجه. بسم الله الرحمن الرحيم. اي والله كريت الورع عيني واشغلتنا، هذا تجيبه وهذا تودي، احنا جايين في عمل يا ابو حشر هنا. الرجال يا ابو غازي، اول شيء مساك الله بالخير، مساك الرجال، ما عرف طريقه الا الطايف الدوحه، عرف النظام من عي بابا يدخل معي وبابا يطلع ويركب وراح يكشخ على هم. الحين اتعلم من طار الدوحه رايح جاي، عينت ورعاني مع ورعانك شلون؟ عشان ما بهم غير العافيه وطيبين وكل شيء. ابى شيء انا ماشي، وين رايح؟ ابى اروح للمطار. المباراه يوم الثلاثاء، خلاص ابى اريح يا ابو حشر يومين بعدين. يومين؟ اي بعدين ثم لوجهك وخلي عيونك حمر ثم قول والله ما بنا اللي الوجه، اللي الوجه تعرفه. يا مرحبا والله بالوجيه الطيبه، الله يسعدك والله يا ابو، وحشتكم يا عيال. لا عاد تعودها بس. وش يا سعيد؟ رحت ولا جيت يا ابو غازي؟ انا عارف انك تتمنى روحتي، بس وراك وراك يا سعيد. لا والله يا ابو غازي، والله انا فاقدينك والله العلي العظيم ودي صادق. يا زيك يا اخي، لك ملح خاص في الجروب انت. يا قلبي. اذا رحت راح الاكسجين من عندنا. وش اسوي انا مواعيد؟ انا الظاهر اني ماني مكمل على 40 معكم. لا توصون شيء؟ الظاهر انك تذبلنا كلنا. تشب يا الربع؟ مسوين عرض وبطارياتهم الجديدة، أنا أثق إنها إذا دخلت كل بيت راح يستمرون عليها. بطاريات هذه يا جماعة أعرفها من عام 20، وعندي في البيت لحد الآن أشوفها، لكن البطاريات هذه إصدار خاص وتحديث جديد وصناعة جديدة وشغل على كيف كيفكم. أنا عارف يا عيال كذا مرة شفتها معكم، وأنا برأيكم تقدمونه للمتابعين. أبى أقول لك رغم ما تعدى على وعتيبة لي 7 سنوات وهي في بيتي ضمان، أقل شيء سنتين وما تخرب، ما تخرب مرة. والله يا جماعة إني أشوفها في بيتي لحد الآن، اللي من كسرة واللي وشغالة، اللي متشلطة وشغالة على حسن ما يرى. أبو غازي معي بطارية من عندهم، مرت يمكن على اكثر من 14 دولة معي. علي من حتى واحد من عيالي يقول يا ولد بطاريات كاد الاولى، قلت ما تخرب مره ما شاء الله، يشحنوا منها المجموعه كلها. والله ما تغلق، والله ما تغلق، واحد يقول يا ولد هذا الدر كل شوي. بما انهم واثقين من منتجهم ويهمهم رضا العميل، يقولون بطارياتنا الجديده اذا تعطلت عليك تاخذ بطاريتين بدالها، وزيدكم من الشعر بيت، فوق كذا ضمانها سنتين. العرض ثنتين يا جماعة 20,000 ملي أمبير، وثنتين 10,000 ملي أمبير، فهذا يا جماعة شيء رهيب. أبو غازي يعني إذا تعطلت أرجعها وأخذ بطاريتين؟ أي نعم. والعرض يعني 4 بطاريات، 20,000 ثنتين و10,000 ثنتين. أي نعم يا أبو المهم، وزيدك من وزيدك من الشعر بيت، إن إذا صار عندك أهلك تتهدي على أصحابك وقروبك في الاستراحة، هالبطاريات رهيبة. والبطاريات تعرفون ما عاد نستغني عنها في حياتنا اليومية، معك بطارية وأكثر واحد يدور بطارية أنت يا سعيد، تعال أخذ من جنت وشبها الحين وفكني من شر. المشكلة في بيتي، والله أنا في بيتي بس ما أخذها، ومعه في الشنطة واحدة بس ما يستخدمها، حاطها للضرورة. يا عيال ياخذ من عندنا وحاطها للضرورة. هم هالسماعة رهيبة، راح تخدمك في جمعاتك في بيتك، بتشغل فيها قرآن إذا نمت، وصوتها رهيب وعالي. أنا بكمل.
اي نعم صوتها رهيب يا جماعة. شحنها شحنها لانها دو فكناها ما شحن. والله اني سامع عن طرب وانا هناك اصور ما شاء الله. انا عارف معك انت شب شواحد. اول شيء الله يحييك ابو ذي. وحش ما جيت الا عشان وحشني فيها ما عاد الاجواء طال عمرك. ما يعشق وحشني بالزاف يا ابو ذي. بالزاف اي نعم ابو غازي احبك خويا. ترى عرفي بطلبك السماعه بعد العناق ابو ذيب. حركاته ابو ذيب عمر على مفتاح اللكسس. ما تونسنا طال عمرك وانبسطنا وش نبي. اي نعم السماعه هذه حطها على جنب لان هذه عارف انها قد حجزها ابو عتيبه. انا داري انا راحت علي. انا داري كفر من جنتو شوب بي لون انت تبغى ف تشتري جوال ب5000 ب6000 ما انت عجزان لا تاخذ لك كفر ومعه استيراب. الاستيراب هذه مسكة تلصقها على الجوال من وراء عشان تتحكم فيه على كيفك. والكفر هذا يا جماعة بمغناطيس يلصق على اي مكان حديدي. فهذا يا جماعة سعره 149 ريال. عندنا هالمنتج بعد من جنتو شوب يا جماعة من فخ كفر. لا تدور فزعة من أحد. هالمنتج يا جماعة أنا سبق وأعلنت عنه 199. الآن سعره بعلمكم إياه. بس سوي شيء نسوي التجربة. قد تطلع لدوامك يوم من الأيام عندك ظرف تتنزل بر لازم ترسم كفرات. فهالمنفاخ راح يخدمك. تحط على ولاعة السيارة وإذا بغيت تعبي دراجة نارية سيكل دباب سيارة كلها شغالة. صوته قوي ومليان. كان سعره 149. الآن يا جماعة 99 ريال. فأخوي الغالي واختي الغالية راح تستفيدون من هالمنفخ وتحتاجي في يوم من الأيام.